سؤال واضح وصريح، ليه النادي الاهلي ما صبرش على كهربا وسابه في المعسكر وخلصت البطوله، ولما يرجع القاهره بقى يبدا يعاقبه زي ما هو عايز؟ ليه اعلن العقوبه مباشره وليه صفر كهربا؟ علشان كولر طلب من الكابتن محمد رمضان او قال قدام الكابتن محمد رمضان واللعيبه كهربا ملوش مكان معايا ولا تدريب ولا مباريات، فبالتالي استمرار كهربا في المعسكر كان ممكن يؤدي الى ازمات ومشاكل، لان لاعب ما بيشاركش ولا تدريب ولا يشارك في المباريات، فمشاكله هتكون اكتر من رحيله. قرار من بقائه قرار عودته للقاهره اتخذ الساعه تقريبا 10-11 بالليل، لما تم التاكد من الاستاذ محمد الضماطي رئيس البعثه ان يمكن ان في امكانيه حجز تذكره لكهرباء. العقوبه اللي كانت على كهرباء كانت 500,000 جنيه، وغلظها الكابتن محمد رمضان بفرمان من الكابتن محمود الخطيب بعد ما خد اذنه، قال له انا عايز اخلي العقوبه 1,000,000 جنيه، قال له خليها 1,000,000 جنيه. واللي حصل مع كهرباء ده كان هيحصل مع اي لاعب يخرج عن النظام في الولايه الاولى للكابتن محمد رمضان، ان هو كان لازم اول لاعب يتجاوز يتم تشديد العقوبه عليه بشكل كبير جدا. حظ كهرباء السيء ان هو كان اول لاعب. يعني الكابتن محمد رمضان كان هيذبح القطه بدري كنت سواء مبيت النيه، مش الناس سيئه يعني، مبيت النيه اللي هيغلط اول غلطه هيشيل كتير، لازم لازم، لان هو ده اول عشان تعرف يبقى عبرة. اول تعرف ما بينه وبين اللعيب. فاللي عمله كهرباء ما كانش هين، لان كهرباء عمل اكتر من ازمه. ازمه في اوضه اللبس، وازمه في الاتوبيس، وازمه في الفندق. يعني ما هديش، يعني حتى لما حاولوا يهدوه، حتى رامي ربيعه حاول يهدي اكتر من مره، كان هيشتبك مع رامي ربيعه، فالمشهد كان فوضوي، فكان لازم كهرباء يكون في اجراء رادع ضده. يحصل ايه مع كهرباء؟ الله اعلم. بس الشناوي عقد جلسه مع كهرباء قبل ما يسافر مباشره، قال له التزم الصمت، تكتبش حاجه على السوشيال ميديا، ما تطلعش تتكلم مع صحفيين مقربين منك تقول لهم على اي معلومات، التزم بمواعيد التدريبات اللي محدده ليك في التتش، ولما نرجع باذن الله من الامارات يكون في جلسه مع الراجل ونحاول نحل لك الامور.